بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول تعالى في كتابه المجيد: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. الإسلام عندما جاء بمفاهيم جديدة وبقيم جديدة أراد أن يغير الواقع، هذا الواقع الفاسد على مستوى القيم، على مستوى المفاهيم، على مستوى الممارسات، على مستوى التقاليد وهكذا. وبالمناسبة هذه القيم الجاهلية التي كانت موجودة، اللي هي كثير منها عبارة عن إما خرافة إما أساطير وإما مفاهيم مغلوطة وجرى عليها الكثير من ماذا؟ من التزييف ومن التحريف. فالإسلام أراد أن يعطي الصورة الواقعية لكثير من هذه المفاهيم ولكثير من هذه القيم. الخرافة جزء من المفاهيم الجاهلية، في مقابل الخرافة العلم البينة الدليل الحجة المنطق. فيقال أن أصل الخرافة هو الفاكهة الفاسدة، وأصلها جاي من قبيلة اسمها عذرة. كان في هذه القبيلة رجل يسمى خرافة، هذا يزعم أنه يعني يتصل بالجن، فيأتي قومه ويحدثهم عن هذه القضايا، فماذا يفعلون؟ طبعا يكذبونه ولا يصدقونه، ويقولون حديث مستملح كاذب أو كذب، يعني صح ومستملح بقصص بكذا بس كذب. ولهذا قيل حديث خرافة، يرجع إلى اسم هذا الشخص يعني الذي ليس له واقع. لربما تعريف الخرافة هو هذا الفهم أو أي شيء لا يستند إلى دليل، كما يقول السيد طباطبائي، أي شيء ما يستند إلى دليل، إلى خلفية علمية أو دينية، إذن هو يعبر عنه بالخرافة. وهذا ما ينطبق على الكثير من المفاهيم الجاهلية. هذه طبعا المفاهيم الجاهلية قسم من عدها ما كانت فقط خاصة بالعرب، وإنما كانت منتشرة في الأمم الأخرى، ولربما يعني يتناقلوها هذه المفاهيم وهذه يعني الأفكار. مثلا نجي نضرب أمثلة وحتى نقارن أيضا ما بين الجاهلية وما كان فيها، وأيضا لربما بعض المفاهيم اليهودية وغيرها واللي تعبر عن الخرافة وتعمق الخرافة بها، وفي المقابل نشوف الإسلام وقيم الإسلام كيف جاءت وكيف أنه أعطت الصورة الناصعة البيضاء. يعني مثلا في سفر التكوين، إذا نجي نتحدث عن المرأة، في سفر التكوين يتحدثون عن قضية خلق المرأة، كيف أنها خلقت؟ خلقت من الضلع الأيسر لآدم، حتى شنو تكون؟ يعني ضلع أعوج، فهي بالنتيجة عوجت وتحتاج إلى من يقومها، والرجل هو الذي يقومها. وهذا الكلام طبعا منتشر، وهو شكل من أشكال الخرافة الذي ليس له أي دليل. والإمام الصادق عليه السلام يرد على كلام بعض العوام عندما كانوا يأتونه ويقولون: ما تقول في أن حواء خلقت من ضلع أيسر لآدم؟ فيقول: إن الله منزه عن ذلك. ليش؟ معناه ما عنده قدرة شنو اللي يخلق من ضلع آدم، قحط تراب
هي الأرض متروسة تراب، هي هذه قبضة التراب التي خلق منها آدم، فيها فضلة، خلق منها حواء، هذا هو لا أكثر ولا أقل. فالجماعة جايبين هذه الرواية وداخلة هي في عقول الناس وفي بعض الناس، ولهذا أنه هذا شكل من أشكال الخرافة. فالقرآن يعبر عنها باتجاه آخر، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، لسه هذه النفس، وخلق منها زوجها، بعض يفسرها آدم عليه السلام، ولكن ربما البعض يفسرها لا، أنه الله خلق هذه النفس شنو من هذه الطينة والتربة، ويعني قذف من روحه فيها على كل، وخلق منها زوجها ليسكن إليها. تستمر الخرافة والأساطير إلى درجة أنه عندما خلق الله، هذا كما أيضا في سفر التكوين كما موجود في الروايات اليهودية، أنه طبعا هي طريفة فتقص بها يعني طرافة، ما يقول طرافة مو معنى أنها حقيقية، لكن من تسمعها وتقرأها يقول شو هالقصة هاي، شلون حكوها الحركة هذه. فيقال مثلا كيف أنه أكل من هذه الشجرة، شجرة الخلد أو كذا، يقول الحية جاءت، يعني هو الشيطان أراد أن يقنع آدم بالأكل من هذه الشجرة التي حرمها الله، فما استطاع، فجاء إلى حواء وأقنعها أنه هذه الشجرة اللي في وسط الجنة اللي حرمها الله سبحانه وتعالى، هذه اللي يأكلها يعرف العلم، يعني يتبين الحق من الباطل، صار عنده معرفة، فالله ما يريدكم تأكلوا منها حتى ما تصير عندكم معرفة بهذا المعنى. فجت وأقنعت آدم فأكلا منها، فطبعا كما يقول القرآن فبدت لهما سوآتهما، هما يعبر أيضا في سفر التكوين أنه ظهرت عوراتهم وبين واحد للثاني عريانين، فبدأوا يخيطون من ورق التين، ماذا هذا الستر. وبعدين الله جاء يتمشى في الجنة، فمن جاء يتمشى في الجنة آدم خاف من ربه فاختبأ، فالله يقول يا آدم وينك أنت يا آدم، الله ما يدري وين آدم، فيقول له يا آدم وينك أنت، وبعدين يطلع راسه يقول له أنا هنا اختبأت، لأن هيك سويت أكلت من هذه الشجرة كذا. فيقول له ليش هيك سويت، يقول له هاي حواء هي قالت له تعالي يا حواء أنت ليش هيك سويتي، والله هاي الحية هذا الشيطان جسمه. فالله سبحانه وتعالى كأنه عقوبة لهما أو عقوبة لها بالخصوص، الله يعاقبها فيجعلها كأنه صارت رمز للمعصية. برتراند روسل هذا طبعا يعني أحد الفلاسفة المسيحيين الكاثوليك، يقول المرأة مفتاح الشر أو مفتاح الشيطان، وهي تجمع المعاصي والكذا إلى آخره، وكل كلمات قاسية على المرأة باعتبار هي سبب هذه الخطيئة. وحتى أنه اليهود يعني يعتبرون المرأة هي المسؤولة أيضا، لأن هم عندهم العهد القديم والعهد الجديد، العهد القديم هو التوراة والعهد الجديد هو خاص المسيحية، فهم يشتركان في كثير من هذه المفاهيم. حتى اليهود أنه في يعني السبت أو الشبت فلازم هي تشعل شنو الشمعة، لأن هي أطفأت بمعصيتها ذاك النور اللي المفروض هم شنو كانوا يحصلون عليه. بعد حتى هذا المستوى العقائدي تيجي حتى على المستوى التشريعي، على المستوى التشريعي شوف الخرافة وين وصلت وين دخلت. على المستوى التشريعي أيضا عند اليهود أنه المرء إذا حاضت فهي نجسة، ولا بد من أنه 7 أيام بعد انتهاء الحيض أيضا تعتبر شنو نجسة، كل ما تلمسه إذا جلست على مكان من يلمسها يكون نجسا، وهذا النجس يكون نجسا 7 أيام وما يطهر إلا وراء 7 أيام، فلهذا شنو لازم يعتزلوها. وهذه أيضا تسربت هذه القضايا علما حتى إلى الكثير من الجاهلية أو في زمن الجاهلية. بعد قضية أنه
يعتبرون المرأة حرث، يعني شنو حرث لكم؟ هذا القرآن تعبير لطيف، حرث لكم، نساءكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أن شئتم. في المقابل شنو اللي موجود؟ العرب كانوا يعتبروها وعاء للشيء خلص، وبالنتيجة يعني يعتبروها في الشيء ما له قيمة، يعني المهم هذا وعاء للرجل. هذا المفهوم أيضا موجود عند اليهود، هذه يعني إحداهن ولدت 7 صبيان وذكور لهذا لزوجها، فكأنه الآن يلا شنو تصلح لها قيمة، أما قبل هذا ما لها قيمة، في حين أنه القرآن يعبر نساءكم حرف لكم. سيد الطبري في تفسيره يعبر تعبير لطيف ألطف من تعبير سيد قطب. سيد قطب يقول الحرث بمعنى الزرع، الإنسان هذا الله يريد يعبر عن انتشار النسل، بينما السيد الطبري يعبر يقول لا، كأنه الحياة وانتشارها وانتشار البشر بها هو من خلال المرأة، فتعبير لطيف، هذا الملخص مالته. فشوف أنت النظرة قد تختلف، حتى قضية وأد البنات، وأد البنات ما كانت خاصة بالجاهلية والعرب، هذا مو دفاع عنها، وإنما يعني هذا ما تذكره الكثير من الكتب، كان منتشرا في عند المصريين واليونانيين والروم وبعض قبائل استراليا، وأد البنات اعتبروها الشر كلها، يعني تجلب العار والبؤس إلى الناس. يروى أن رجلا، هذا الرجل في يوم من الأيام في زمن الجاهلية كان قد أضاع ناقتين، والناقتين كانت حاملتين، يعني تحمل في داخلها الجنين، فأخذ يبحث عنهم في الصحراء إلى أن رأى رجلا على خيمة جالس في باب خيمة، قال يا هذا هل وجدت، هل رأيت ناقتين حاملتين؟ قال نعم وقد ولدتا. يقول بهذه الأثناء جاءت عجوز فرادت تتكلم، قال قبل أن تتكلم قال إن كانت قد ولدت ذكرا فهو شريكي في مالي وحلالي، وإن كانت قد ولدت أنثى، هذا على زوجته يحكي، فسأدفنها حية، يعني وهي حية اللحظة الآن أنا راح أدفنها. قضية وأد البنات اللي كانت سائدة ومنتشرة، هذا الرجل يقول أنا استائت، هذه نفس، هاي بشر، فقلت له تبيع بنتك أنا أشتريها، قال إني لا أعلم أن العرب يبيعون أبناءهم، فقال له إذن يعني أنا أبادلك، هاي الناقتين مالتي والأولاد مالتها، وهذه الناقة اللي أنا أركبها بدلني بهاي بنتك. قال له خش، فأعطاه البنت، وهذا ظل على هالحال يبادل بعض البنات اللي يراد لهم أن يدفنوا وهم أحياء بأموال بهذه النوق. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال يا رسول الله أنا عندي أعمال مو صحيحة، بس أنا عندي هذا العمل كنت أسويه. فقال له الرسول ما معناه؟ أنه بهذا العمل لقد حصلت على الخير الكثير، وببركة هذا العمل قد وفقك الله للإسلام. هذه العادة كانت موجودة، بحيث أنه حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما ولدت له البنت، فجاء إلى قومه، فهذول كلهم يعني هيك معبسين وجوههم متكئبة كذا، شنو جت البنت؟ شيء مو لطيف. فقال ما لكم؟ ريحانة أشمها، سماها ريحانة وأشمها، يعني بها خير بها بركة، ورزقها على الله. وبعدين الرسول في أحاديثه الكثيرة اللي حارب بها هذه القضية، قضية التفريق وقضية الولد، يقول خير الولد البنات. ليش؟ فهن ملطفات، مؤنسات، مجهزات، مفليات، يعني مفليات هذا مال لهجتنا
يفلون الرأس ويطلعون القمل، يعني نظفاً يساعداً كذا، مؤنسات ملطفات، بهل تعبير بهل معاني كان يوصل القيم الأخلاقية الرسول صلى الله عليه وآله إلى الناس. فمن نجي نشوف هذه القيم السائدة، وفي المقابل الإسلام بدأ يحارب وشن حرب شعواء على قضية واد البنات، ومن الكبائر قتل النفس. ولهذا جاءه أحدهم بعد ذلك قال: يا رسول الله، أنا نادم على ما فعلت، أنا عندي أكثر من بنت كنت قد وأدتها قتلتها وهي حية، فكيف هذا؟ قال: عليك أن تعتق عن كل بنت برقبة، يعني لازم تتكفر عن هذا العمل، اعتبار قتلت نفس بريئة. إذن هذه مجموعة صورة من الصور. في المقابل نشوف المفاهيم والقيم الإسلامية كيف ركزت على احترام، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. بعد الرجل والمرأة، المؤمنون والمؤمنات، المسلمون والمسلمات، صائمون والصائمات، هذه كلها الله سبحانه وتعالى قام شنو يعطيهم أجورهم، وماكو فرق. صحيح أكو فرق وين بالتوصيف، لكن مو بالقيم، يعني باعتبار المرأة إلها بعض المواصفات الخاصة، والرجل عنده بعض الأمور اللي يختلف بها عن المرأة. هذا على مستوى النظري، أريد الطبي كثير، يعني على مستوى المفاهيم كلش واضح، لكن على المستوى العملي كيف تعامل الإسلام، كيف تعامل القرآن، كيف تعامل الرسول مع هذه القضية. مثلا القرآن ما بس إجا أنطى مفاهيم معينة وقيم، وإنما جاب أمثلة. إذا نشوف القرآن وما فيه من نماذج يقدمها لنا، أكيد ما راح نلقى مثل هذه النماذج بهذا العرض، بهذه القيم والمفاهيم في الأديان الأخرى، بل حتى في المفاهيم الأخرى. وحتى لو تريد تقارن، أنه الآن مثلا من أفضل النساء؟ طبعا دائما يقول لك في السياسة تاتشر وفلانة وفلانة، في العلم فلانة وفلانة، في الكذا هذه مادر تيريزا، يعني الأم تيريزا وغيرها وإلى آخره، في قضية الحريات فلانة وفلانة إلى آخره. لكن الإسلام يجي يقدم لنا نماذج متكاملة، نماذج متكاملة. يعني مثلا في القرآن نقرأ عن مثلا بلقيس، هذه المرأة التي أرسل إليها سليمان عليه السلام أنه أتوني مسلمين، خلاص لازم تجون مسلمين، ومن رجاحة عقلها ما كانت تريد تتخذ قرار متسرع، فمن استشارت قومها هذول مستعدين للحرب، أكثر من هذا ما كان. لكن هي كانت شنو تفهم الأمور، كان عندها بعد نظر، والملفت للنظر أنه من يقولوا لها والأمر إليك، الأمر إليك يعني بالنتيجة، يعني يثقون بقرارها رغم أنه كانت امرأة. فقالت لهم: لا، إني مرسلة إليه بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فالقصة بعدين هذه المرأة اللي كانت ملكة وعدها قومها يأتمرون بها وتمتلك من رجاحة العقل الكبيرة، لكن من ترى الحقيقة وترى الحق أمام عينيها تؤمن مباشرة: إني آمنت رأساً آمن، وراح تخسر كل هاي الدنيا وتخسر كل هاي السلطة وتخسر كل هاي الإمكانيات، ما يهم ما دام أنه رجاحة عقلها يبين أنه المرأة عندها عقل كبير. إذن حياء المرأة ووعي المرأة في قصة ابنتي شعيب عليه السلام اللي ما رادوا يختلطون، هاي قضية كلش مهمة، أنه قضية الاختلاط في الإسلام، الإسلام يطرحها بشكل جدا رائع، أنه هذه القصة عندما جاء موسى عليه السلام فرأى يعني الكل يرعون، بس هاي بنات اثنين عندهن كم راس غنم كذا على حدة، فسألهن: ليش أنتما يعني تسقون مثل البقية؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، إلى أن يخلصون مريد اختلط. وبعدين من عندهن قدرة على التقييم، فوحدة قالت لأبوها:
قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالأب التفت إلى هذه القضية فما راد يزوج موسى من بنته هذه، فخيره أنه تختار واحدة من الجن. فاجتمعت الأمانة والقوة القوي الأمين بصاحبة الحياة، أو كلاهما طبعا صاحبتي حياة. فهذه قصة القرآن يطرحها بشكل من تكامل الشخصية. نجي إلى آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون اللي وقفت هذا الموقف يعني طاغية، وهي تعرف مدى إجرامه. أكو فرق، مرة الإنسان يحجوله وما شايف، ومرة لا شايف بعينه، فهي شافت بعينها جرائم فرعون وكيف أنه قتل حتى هؤلاء السحرة. وبالنتيجة تجي تقف هذا الموقف وتتحدى ويهددها بالموت والتعذيب وتتحمل. إذا النماذج متكاملة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير نساء أمتي أربع: مريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فيرفع من شأن خديجة رضوان الله عليها كبار أنه الليل يوم العاشر أنه يوم وفاتها، يرفعها ويخليها مع مستوى مريم عليه السلام اللي تحدت قومها وجاءت إلى قومها بوليدها امتثالا لأمر الله. أكو مسألة مهمة لخدمة الدين، تضحي من أجل الدين، يعني سمعتها على المحك ما يخالف، لأجل مرضات الله، لأجل خدمة الرسالة. ولهذا احنا نشوف الآن النساء اللي قدمن أبنائهن واللي لربما يفرحن من أبنائهن يستشهدن مع الحشد الشعبي، مع الجيش في مقاتلة داعش، أو في أنه أبنائهن كانا يقفن في مواجهة الطغاة، تربي الإبن على الشجاعة والبسالة والصبر في مواجهة الطغاة، ولا يبقى تحمل تواجه أنت كذا، أنا ربيتك لأجل هذا اليوم. إذن أكو منهج، أكو إمكانية، أكو قدرة أنه النساء ممكن أنه يتحمل، وممكن أنه ماذا يضحين من أجل الرسالة. وبالمناسبة النساء يعني كثير منهم يعني فعلا هو الجهد الأكبر عليهم، لأنه في البيت تربية وعناية بالبيت والطبخ والتنظيف والرعاية والاهتمام بالزوج وإلى آخره. ولربما يدور حديث في بعض الأحيان أنه البعض يقول والله المفروض البنت تتزوج يعني من توصل للثانوية وماكو داعي تكمل، وبعض يقول لربما لا، البنت أفضل لها أنه شنو تكمل دراستها، لكن لربما تخسر فرص الزواج، أيهما الأفضل؟ واحد يقول لك ماكو داعي، لأنه بالنتيجة راح تتزوج وتقعد بالبيت وتخلف وتجيب. فما هو المنطق؟ يعني ما هو الأنسب؟ ما هو الأمثل؟ طبعا القضية ماكو في الجواب حاسم لهذه المسألة، لكن لربما اللي نتصورها حتى إسلاميا: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إذا كانت البنت على قدر من الرغبة والقدرة والإمكانية في أنه تكمل دراستها، فخلي تمتلك هذا السلاح، سلاح العلم، وبعدين ممكن أنه تكون تتوظف. أما الزواج فربما بيد الله سبحانه وتعالى. وبالنتيجة يعني مو كل الزيجات ممكن أن تنجح، لربما كان سبب عدم الاختيار للكفوء أو للكفوءة وما أشبه ذلك، لكن ربما الأمور تختلف. لكن الإنسان إذا يشوف عند بنت هذه القدرة فليش يحرمها؟ إذا كان الزواج في النتيجة راح يمنعها من هذه، لكن إذا كان الزواج ما يمنعها أو هي قررت أنه تتخلى مثلا عن إكمال دراستها ليجب تربية الأبناء والعائلة، أيضا جيد. المهم أن يكون قرارها بإيديها، ونربي أبنائنا على اتخاذ القرار المناسب. بس مو إحنا بالنتيجة نقول والله نضع سقف، والله هذا وخلص كذا وإلى آخره، بعد ماكو أفضل منه.
الإنسان ضروري يدرس قدرات أبنائه بناته ويشوف بالنتيجة دي وين ممكن يوصلون. والمهم نحن كلنا عباد الله، وإحنا راح نحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. يعني مو واحد، يعني البنت إذا ما تزوجت مثلا، هذا مو تشجيع على عدم التزويج، لا بالعكس، نحن مع أنه الإنسان يكمل حياته ومصيره بهذا الاتجاه، بس مع الاختيار السليم حتى لا تكون هناك مشاكل. نرجع نقول أنه خديجة الكبرى رضوان الله عليها اختارت الاختيار السليم بالرغم من كل قدراتها المالية، وهي أغنى أغنياء قريش. وفي كثير من الروايات أنه كانت أنه معظم قادة قريش وحتى تجارها كانوا يقترضون منها المال أو يضاربون بأموالها، يعني هم يأخذون فلوس من عندها يضاربون ويدفعونها الأرباح وهم أيضا يستفيدون إلى هذه الدرجة. ويقال بأنه أموالها لو وضعت يعني لا أمام رجل لمنعتهم الرؤية الرجل الذي أمامه، إلى هذه الدرجة. هاي كانت أموال خديجة رضوان الله عليه. وعندما يعني كان يكثر الرسول من ذكرها أمام زوجاته، كانت زوجته عائشة تقول: وهل كانت إلا عجوزا أبدلك الله خيرا منها؟ فهنا الرسول يغضب كما في الروايات ويقول: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها أولادا، وما رزقني من غيرها، ورزقها ورزقه الله أبناء منها ومن ذريتها من فاطمة الزهراء عليه السلام. الملاحظ طبعا هو ما ينقل الكثير عن رضوان الله عليها خديجة، يعني تفاصيل نقاش حوار مع الخارج كذا إلى آخره، لكن معظم جهدها ومعظم وقتها كرسته لرسول الله. هل هو شيء هين أنه والله الزوجة تؤمن بما يأتي به زوجها؟ فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا لأنبياء زوجاتهم لم يؤمن يعني بأزواجهم، وكانت من النماذج السيئة امرأة نوح وامرأة لوط. زين البعض يقول والله هي زوجته وآمنت بي، أكيد يعني الرجل هو دائما يأثر على زوجته والزوجة بالنتيجة راح تتأثر، هذا كلام مو سليم. بعدين مو عيب أنه المرأة تتأثر بزوجها، بل بالعكس إذا كان لكم منطق، لكن نعتقد أنها كانت راجحة العقل، كانت على بصيرة، فهي أول من آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول من وقفت معه وكانت تواسيه وكانت تجعل له البيت هو السكن والراحة والأمان والاستقرار بالرغم من كل ما يعانيه في الخارج. ولربما مشكلة بعض الناس أنه إذا ما كان سجام ما بين الزوج والزوجة، الزوج عنده اهتمامات معينة والزوجة عندها اهتمامات أخرى، والمشكلة إذا الزوجة دائما تحاول أن تثبط معنويات زوجها أو لهجة ما تكسر مجاذيفه إلى هذه الدرجة، أو ما ترى ما يراه في بعض الأحيان إذا كان هو فعلا على صواب وعلى كذا. طبعا في الأمور اللي بيها خدمة لله، اللي بيها تضحية لله، اللي بيها خدمة للرسالة، اللي بيها جهد وتعب، ومو بضرورة الإنسان يحصل على النتيجة الآنية، لأنه المؤمن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى هو كالزارع لازم يصبر على زرعه. ولهذا أخواني صحيح قد الإنسان ما يشوف نتيجة سريعة لما يقوم به من عمل، خصوصا العمل الرسالي، عمل البناء والتغيير، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يحتاج لربما إلى صبر وإلى طول بال. وهذا أيضا خلينا نركز على الشباب المتزوجين جدا، همين يصبر على زوجته وهي أيضا تصبر عليه، لأنه الحياة عبارة عن مركب، لازم اثنيناتكم تشتركون في مواجهة الأمواج الهائجة في بحر الحياة.
إذن كانت توفر للسكن بالإضافة إلى الأموال، بالإضافة إلى التصديق، توفر للسكن، وهذا شيء مهم. ولهذا فعلا أنها كانت يعني يحبها الرسول كثيرا ويحترمها كثيرا، وهو أمين لذكراها، وكان يكرم صويحباتها بعد موتها. وما أعطى فدكا للزهراء سلام الله عليها إلا إكراما لأمها، يعني هذه الأموال باعتبار أنه الزهراء سلام الله عليها لم ترث شيء من أمها، أنه أموالها كلها كانت للرسالة، كانت للإسلام، وما كلمته في شيء، وما حزنت على هذه القضية، وماتت وهي فقيرة في الشعر، ما عندهم شيء، من أغنى أغنياء قريش. أكو ناس ما تتحمل. في روسيا القيصرية هذا واحد كان ملياردير يمكن في ذاك الوقت، وقال أنا ما أدري يعني لو في كل يوم أصرف 100 روبل ما راح تخلص فلوسي، ليش ما ثاني يوم بعد يوم يومين صارت الثورة البلشفية شيوعيني جوي، وجوي هذول كلهم سووا كلها حواسم أخذوها من عندهم، قال له وقع أنت ما تمتلك بس ملابسك وإلا تقتل، فوقع أنه ما امتلك بس ملابسي، قصر مزارع قصور الأخرى أموال الذهب كله، هذا ما تحمل ورا كم يوم مات. لكن المؤمن اللي مقتنع بقضية شقد ما يضحي يقول لك هذه في سبيل الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد بعث لها التحيات عن طريق جبرائيل، وأن لها بيتا من قصب يعني من ذهب في الجنة. إذن أخواني هذه القضية قضية القيم والمفاهيم بالنتيجة مو معلقة في الهواء. الإسلام إجا فعلا قدم لنا إياها كنماذج وأمثلة، وخير أمثلة هي هذه الأمثلة اللي في القرآن ومن خلال الواقع الرسالي الإسلامي. أخيرا احنا المفروض نقتدي بخديجة رضوان الله عليها، هذه الشخصية الله يقدم لنا إياها يقول شوفوا هذه زوجة رسول الله، والرسول هكذا كان يحبها ويكرمها. ضروري الإنسان أنه يستفيد من هذه الأمثلة والنماذج، وضروري النساء يستفدن من هذه النماذج. فسلام عليها يوم ولدت ويوم توفاها الله ويوم تبعث حية في يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت. ماني بدل ما نسوي فد مداخلة على ما نجرب. أبو جعفر يشير على الساعة بس.